أنا رمزية سرحان، أصلي من جبل الزاوية من ريف إدلب. ولدت ب 69 بدمشق. تمام، نحن عائلة بتحب التعليم كتير، وبابا كان يشجعنا. نحن 10 بنات عند بابا. كنت أنا تقريبا من صف سادس، من الصف السادس للبكالوريا أنا كنت بإدلب. ابتعدت، صرت جو تاني، جو العيلة وجو الأم. يعني خلفت أولادي الأربعة من 94 لل 2000، كنت مخلفة الأربعة. فبس رغم كل هذا الشيء، فأنا عندي حافز أنه أنا دائما لازم أنه أكون عم في شيء ناقصني حاسة يعني. فبعد ما خلفت ابني الصغير مباشرة، يعني بدون أي تردد، رجعت للجامعة، سجل تعليم مفتوح قسم الإعلام. وطبعا كان شوي يمكن القرار غريب بالنسبة لمجتمعنا يعني، أو يمكن شوي في ناس بتفكر إنه القصة صعبة، إنه 4 أولاد والأربعة صغار. يعني تخيلي من 94 لل 2000، فأكيد كلهم صغار. بس الحمد لله تمام، بس كان جوزي عم يساعدني ويشجعني. بصراحة التعليم المفتوح هو تعليم خاص، كان دوامنا يوم جمعة أول شيء، بعدين صار جمعة وسبت، يعني أيام العطل. كنت أطلع للجامعة مثلا، أترك أولادي بالبيت، طبعا مقضية شغل البيت كله، فكنت لاقيها مثل النافذة، يعني نافذة لقلي إنه أطلع أغير جو وأدخل هذا الجو الحلو. بس بما إنه كنا طلاب أعلام فكان الوضع شوي مختلف. يعني عطونا مساحة أول شيء، إنه مساحة حلوة كتير. بعدين كان لها خلفيات ما كتير منيحة لنا يعني. يعني مثلاً قالوا إنه أنتوا لكم مجلة حائط، فيكم تكتبوا فيها اللي بدكم إياه كطلاب أعلام، تعبروا عن رأيكم. فتعرض أكثر من شخص من الجروب عنا للاعتقال، واعتقلوا إلى شعر آخر. بدأنا اشتغلت بموقع إلكتروني بس لفترة كتير صغيرة وما باسمي حتى، لأنه بصراحة بهداك الوقت صعب إنك تكوني بدك تعبري عن رأيك، أو كنتي تخافي من هيك قصص يعني. صعب تشتغلي بمجال الإعلام عنا بسوريا، كان ضرب من الجنون يعني. انك وبعدين انا بعتقد لشخصيتي انا لما بدي احكي فما بقدر اكون واضحه، فبدي اعرض حالي لمواقف كثيره انا بغنى عنها.